كثير من الناس يتعلق بالكهنة والمشعوذين ويشد لهم الرحال ويستجيب لهم، اذبح ذبيحة ذبح، علق تميمة علق، يسافر له ويسمع كلامه. هذه فتنة عظيمة جدا، ومن لا يعرف شيئا عن ذلك قد عافاه الله عز وجل، فلا يدرك كثرة انتشار هؤلاء المشعوذين. لو ذهب أحدنا إلى تلك الأماكن لوجد طوابير من البشر، طوابير. لماذا؟ لأن ما من إنسان إلا ويبتلى بمرض، بفقد عزيز، بخسارة، ويهم الناس يقول أبي السبب، إيش أعرف السبب؟ إيش؟ من سحرني؟ من أصابني؟ من ها؟ ثم يتورط بهؤلاء فيذهب إليهم. هؤلاء يدعون المغيبات ويدعون المكاشفات. المغيبات ما غاب عن حواس الناس، لا يسمعونه ولا يبصرونه ولا يتلمسونه ولا يشمونه ولا يتذوقونه، هذه حواس. وهذا ينطبق على ماذا؟ على ما هو في المستقبل، وهذا هو الغيب العام المطلق. ما يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة المقربون ما يعلم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الرسل أمر الله عز وجل نوح عليه السلام أول الرسل أن يقول ولا أعلم الغيب، وأمر آخر الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول ولا أعلم الغيب، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا اعتقاد المسلم السني الذي يقرأ كتاب الله ويؤمن به، الغيب لا يعلم إلا الله، وهذا أسلوب حصر. قل لا يعلم نفي، من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أداة استثناء بعد النفي تفيد الحصر، وحده جل وعلا الذي يعلم الغيب. ومع هذا هناك من يدعي علم الغيب وهناك من يصدقه. والمشكلة أن ما يفطن كثير من الناس إلى ما يفعل هؤلاء. هؤلاء يخبرون عن مغيبات نسبية ليست مطلقة. كان يقول أنت فيك المرض الفلاني واسمك فلان من البلد فلانية، والدك كذا ووالدتك كذا وعدد إخواتك وعدد أخواتك وإلى آخره، أنت تبتهر. لو رجعت لهال المعلومات التي أنا ذكرتها كلها معلومات إيش؟ قد تكون لك أو لقريبك ليست بغيب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما اسمك؟ سليمان. سليمان، إيش اسم الأخ هذا؟ أرفع يدك. ما تعرف صح؟ لكن لو سألنا أخاه قلنا إيش اسم الأخ؟ قال هذا أخوي فلان صح؟ كم عمر والده؟ أنا ما عرفت اسمه عشان أعرف. ها؟ وين ساكن؟ ما أعرف. إيش يشتغل؟ إيش دراسته؟ إيش تخصصه؟ كل ما تعرف ما تعرف ها؟ طيب لو واحد قريب له المعلومات كلها واضح صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ الشيخ وغير الشيخ يقول هؤلاء يتعامل مع الشياطين. في شيطان قرين ساكن صليبيخات عند الرجال هذا، عارف المعلومات هذه كلها، فيأتي هذا الشيطان ويتعامل مع هذا الكاهن ويعطيه المعلومات، اسمه كذا، والده كذا، والدته كذا، عدد اخوانه، يشتغل كذا، يدرس كذا، يعاني من المرض الفلاني، عنده مشكله مع زوجته، عنده كذا، عنده كذا. دخل هذا المسكين اول مره يشوف الشخص هذا، راح سرد له المعلومات، انت مش اسمك فلان؟ قال ايه صح. انت مش كذا؟ قال ايه صح. معد اخوان؟ قال صح. تهيئ هذا المسكين يظن هذا ايش المتكلم يعرف كل شيء، حتى اذا تهيئ انه والله يعرف، اخذ يسرد له سيحصل معك كذا وسيحصل معك كذا والمفروض تفعل كذا. اللي ما تعلم بسهولة يقع بهذا الفخ، والذي يتعلم العلم نور، العلم عصمة. أول شيء تتعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. حتى لو أتاك بشيء ما تعرف كيف عرف، كيف عرف؟ ما أدري كيف عرف، بس الذي يعرفه وأؤمن به ولا شك عندي أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أخسى ما تعلم الغيب. طب كيف عرفت؟ ما لي شغل كيف عرفت، لكن الذي يؤمن به بأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، صدق الله قوله الحق، قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تبهتم؟ هكذا. فإذا أخبر عن أشياء مغيبة بالنسبة لغيرك هذه تعتبر غيب. لو سألنا الأخ عواد أبا صالح أقول إيه اسمه فلان، أم الجماعة وإخوانه كذا، عرف المعلومات، ليس بغريب هذا عنه، لكن أنت ما عرفت ولا شيء. هذه المسألة. ثم إذا أخبر عن شيء في المستقبل سيحصل كذا وكذا ويحصل كما قال،
وقلنا المستقبل هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. عاد هذه كيف؟ هذا عرفنا معلومات ها أخبر بها شيطان أو إنس أو شيء عطى معلومات وحدث بها، لكن سيقع كذا في المستقبل كيف عرف؟ هب أننا ما نعرف كيف عرف، شنو عندنا؟ شنو عندنا؟ إيمان ويقين لا يتزعزع بإذن الله عز وجل أن الغيبة لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع ذلك أخبرنا الصادق المصدوق أن هذا الإنسان قد يتعامل مع الشياطين، والشياطين قد يسرقون شيئا شيء أخبار متداولة بين الملائكة في السماء، سيحدث كذا افعلوا كذا. فالشياطين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصعد يركب بعضهم على بعض يسترقون السمع، فربما بعضهم أخذ طرف خبر. ماذا يحصل له الشيطان لو حاول أن يسترق السمع؟ يلحقه شهاب ثاقب ويحرقه. لكن أحيانا كما يقال ربما فات بالكلمة والقاه للشيطان الذي تحته قبل أن يحرقه الشهاب الثاقب، فيكون ألقى الخبر فاحترق ولكن الخبر تسرب، فيأتي إلى الشيطان الذي أسفل منه والآخر والآخر حتى يضعها في أذن الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة يأخذ راحته، سيحصل كذا وكذا وراح يحصل كذا وكذا وكذا، ومئة كذبة على سبيل إيش؟ الكثرة والمبالغة، يعني ربما يكذب أكثر من 100 أو 70 أو 65 أو 20، المهم يكذب معه كذبات كثيرة، عنده خبر طرف صحيح والباقي يعني بنى عليه كذبات كثيرة والناس تصدقه، حتى يقول بعضهم البعض أما قال سيقع كذا يوم كذا وكذا، صح مثل ما قال، لكن المسلم عنده عقيدة ثابتة أنه لا يعلم الغيب.